اول حاجه بالنسبه لي دي احط السن ده بس الهوك ده بره كده واعدي منه من هنا كده اعدي حتى ورا كده وهربط بقى عليه خيط هيبقى بالشكل ده مايه جميله مغريه اقعد بقى تلف لف على قد ما تقدر عشان السمك الصغير ما يخلصلكش طعم المايه بتاعتك دي طعم المايه طازه خساره مش هتعرف توصل لها تاني دي طعم المايه لسه مطلعينها صعبه لما تيجي كتير حافظ عليها على قد ما تقدر طيب كده احنا عندنا ادي طعم المايه الاولى خلصناها حبيبي الحبارة كاملة زي ما هي بقول لك في جروم معدية اللي جابه ان هو الثلاثي الاثنين الثلاثي بارع من جوه اخيرا كم واحد يقطعه بالتسكيره هي لا جامد لا بالتسكيره ها يعني البياض اعطيه شويه وقته هذا ما اعطيه يعني انا ليه قلت لك قطع ولا راح؟ الخيط كان علق في حجر فك فما فك اداني انا هوا كده بسم الله ايوه خلاص اهو طلع اوه حباره اهي عندنا الحباره بتوع ميه بتوع ميه اسنان اجمد ها نفس الحبارة لا ما شاء الله هذا الضرب الثالثي ده حبار مباركة دي We'll be right back.
روح يا عم كبير يا عم. ها الاربع سمكات دول بايه؟ حبارة واحدة. والله بحبارة واحدة. لا بس في واحدة كاستنج. دي بطعمية واحدة. في واحدة كاستنج؟ اه. بس في انت مطلع ثلاث حبات بس؟ ثلاث حبات. اه وقرش بالحبار. بالحبار. ولا مطلع العجام. كلهم بحبارة. كلهم بحبارة واحدة.